يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده لضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن شريف عبد المنعم، المستاء جدا جدا من الاوضاع، واللي ساعه لما كنا في الفاصل عملنا مقارنه كده ما بين زمنين الحقيقه، زمن الخالي من الفار ومن الكوارث التحكيميه الملفته للنظر، والوقت الحالي اللي احنا فيه. وقفنا في الكلام عند النقطه دي. في فرق في الازمنه، وفي فرق في اسلوب اللعب والطرق والخطط. احنا كان عندنا ميزه في الزمن بتاعنا السرعات، كنا نمتلك سرعات كتير قوي من اللاعبين، يعني كان عندنا مصطفى عبده والناحيه الثانيه شريف عبد المنعم ومختار مختار وطاهر الشيخ ومحسن صالح، يعني كان عندهم سرعات كبيره قوي في نقل الحركه في اي حاجه، عندنا من الفنيات ومهارات وكل حاجه، صفوت عبد الحليم الله يرحمه وبلاي ميكرز، عندنا من الشغب مجدي وشطه، يعني عندنا من ديفنس مير همام ومصطفى وصالح محمود صالح، يعني عندنا من الاطراف عبد الباقي وربيع وفتحي وحسام بدري، يعني عندنا كنا اختلاف وكميات كبيره قوي في كل مكان، وعندنا خط دكه بره بدلاء احسن، يعني ما يقلش عن اللي جوه طبعا، صحيح كانتش اصابات كتير قوي كده، يعني كان كتير، وبس كان كابتن زيزو هو اللي بيبقى عنده شات ساعات كتير بيروح يتعالج ويرجع ما بيلحقش يعمل ريكفرنج. كان عندنا اتنين تغيير في الملعب مش خمسه. طب بس ما كناش بنلعب كل 72 ساعه ماتش. يعني هنا بقى الحكايه اتغيرت خالص، الكوره بقت المفروض متكوكه اكتر من كده، الباس الكوره هي اللي بتجري، الشكل الدفاعي الهجومي هو الغالب على الخطط اللي احنا بنلعب بيها. فنوعيات اللعيبه في تصنيفها بقت كل واحد في حتته لازم ينجز اليوم ده. يعني زي حسين الشحات، ما كانش حسين الشحات هينجز النهارده في شيء هنطلع نقول لا ده وحش. ما كانش علي معلول هيعمل لي كام كوره وكلام، انا يقول لك لا ما بقاش زي الاول، لو ما كانش بقى كل واحد بيتحاسب بالماتش بالحته. صح، فهمتني؟ وبالنتيجه، النتيجه لما بتكسب بتلم كل الاخطاء وبتشيلها. فانت مش هي مش ابره وفتله بقى، احنا هنفضل ايه نقول ده يمشي النهارده وده يجي بكره وده يعمل مش عارف، هي ادارات ومسؤوليات فنيه لاجهزه فنيه. طب احنا بنجيب مدرب ليه؟ بجهازه الفني بالشكل الفني، هو المسؤول، هو اللي يقول لك اه ده انا شريكه نص ساعه، ده عندي 40 دقيقه، ده مصاب، ده دخله واحده واحده، عندنا لجان بتقعد مع بعض عشان تعمل بس عشان تحط الفرقه كل ماتش، ده بيبقى كذا واحد قاعد بيتكلم، بتاع المحامي الخططي، الاداره نفسها، السلوك، الدنيا كلها، هم دول بتيجي تلاقي ال 11 لعيب دول قدامك فجاه، هم دول تصفيه الشغل بتاع 48 ساعه، مش هقول لك الاسبوع بقى لان احنا كنا 48 ساعه ماتش. فالدنيا مختلفه بيننا وبين دلوقتي خالص. الشكل دلوقتي البطولات كترت. احنا عندناش زمان كان حاجه اسمها السوبر الافريقي ولا السوبر المصري ولا الشكل الكتير قوي في البطولات، كاس العالم للقارات وكاس العالم للانديه، وما كانش عندنا. وهنفضل كده على فكره اعتقد عشان الامور تظبط شويه لسنه او سنتين كمان، يعني احنا هنفضل بالضغط ده، يعني هو مش خلاص كم ماتش وهتعدي، احنا الضغط ده هنفضل فيه، فيعني الموضوع برضه صعب. اللي مطمن الناس الاداره القويه اللي هي عندك، يعني وخاصه ان المشرف كمان خدت بالك من قبل مجلس الاداره، هو كابتن محمود خطيب من احسن من لعب كوره وفاهم الدنيا ماشيه ازاي وفاهم تمشي ازاي، يعني وقريب قوي لعيب كوره قريب قوي من الحكايه كلها والناس كلها بتحبه، فواثقه في كل حاجه هو بيعملها، وربنا الحمد لله يعني واضح ان هو كل حاجه بيعملها الحمد لله ليها رد فعل وليها صحيح بطولات وليها، فالدنيا ماشيه من احسن على ما يكون، يعني فما فيش اي حد عنده قلق من اي حاجه، ان النقاش في كل حاجه اللي نفسك فيه واللي نفسي فيه واللي الشارع بتكلم فيه موجود. أيوة. موجود عندهم كلهم، واحنا كلنا قاعدين مع بعض بنتكلم، يعني احنا قاعدين كده مع بعض نفس الجمل نفس الشكل نفس الامنيات اللي احنا بنتمناها، كل الدنيا في كل المؤسسه هي نفس الشكل الواضح، نفس الاستياء اللي انا وانتي والجماهير كلها والاهلاويه اللي احنا فيه النهارده، كل الدنيا شايفه، بل الدنيا كلها حتى اللي مش اهلاوي قاعد وبيقول معاهم حق، يعني هم ما كانوش النهارده هيتكلموا بالشكل ده، هيتكلموا امتى؟ ده فعل فاضح. يعني انا عاجبني جدا المصطلح، وهنقفل بدايه ان هو فعل فاضح، يعني اعتقد
اقرب مصطلح ممكن ان هو يكون مناسب للوضع حقيقي يعني.